عليكم يا اسماء، ممش جينت مليح راكنت صح جبايم اقشنت احنجيره يوضعي ذن الغاثرثة وعشي اقشنت على الغطوفين تكني تجيك الفيديو هاد دريت لف لباع ثلاثة انت عشية مازال ما لقاوش. نخليكم مع الفيديو. سابقا هذا حادث غير مسبوق فحادث اختفاء من هذا النوع لم يتم تسجيله بالمنطقة فلأول مرة يتم الإعلان عن حالة اختفاء أو شيء من هذا القبيل. عناصر مسرح الجريمة التابعة لقيادة جهوية للترك الملكي ما زالت تكثف التحريات. خبر الاختفاء الذي هز الرأي العام المحلي في البداية ثم الوطني. قضية اختفاء الطفل أصبحت على ألسن الجميع، أصبحت قضية رأي عام وطنية. مصالح القيادة المركزية للترك الملكي، وزارة الداخلية، الجميع مجند من أجل فك لغز هذا الاختفاء المبهم. فرق البحث التي انتشرت عبر ربوع هذا ما زالت تكتف التحريات باستعمال أحدث وسائل المعمول بها في المجال الأمني. ولا يسمع احنا جاي يودع 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 ريضنا عثرة سبع عثرة وعشي عدوة وفين ما مش تمسع عدنان ينغيث وني إلا ناعمة زي زقورة ما مش تمسع الوالدين الحسين جينت نابع سنين جينا حنجيع واحد نشوى فهمه ما مش تمسع احنجيع نابع سنين يتدلي عدي الخرا واحد يتدلي عدي الخرا واحد كنيو غاوم رخبا الا يا حنجيع الا ما هي خطر خطر ديال المغرب المغرب النقيض والخطر ما مش تجي ما حنجيع رمي يفق ما مش تجي مرمي فوق ما يميت الجيم اقطع على الزون خاص اخوتي ما لقاوش الدري 4 سنين خلاوه في الخلاء كيدلعب وحده مازال ما كمل الشهر على عدنان على عدنان ونعيمه وزاد الحسين مسكين 4 سنين مازال ما لقاوش القايد نتاع ديك القبيله خلاو داك البيران كلشي فتشنا نوثن فتشن كلشي. ولا اخوتي كندير لكم الفيديو ونعطيكم الخبر الدار نتاعي مربجه راني في الشانتي ما ديروش عليا واخا قلتوا الدار راه مربجه ما عندي غرض سمحت لكم نتوما خوتي الله يهنيك يسمع جيكني على خير.